نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية أمسية بعنوان اصنع في الشارقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. اصنع في الشارقة أمسية نظمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد في أحد المقاهي بمنطقة مويلح بالشارقة، جمعت عددا من أصحاب الأعمال المهتمين بالعمل الصناعي والراغبين باستكشاف الفرص التي يحملها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقدمها الخبيران الدكتور عبد الله العوضي والمستشار جاسم البستكي. الهدف والمستهدف في هذا البرنامج عندنا رواد الأعمال في القطاع الصناعي كأساس. طبعا مخرجات البرنامج المشاركة اليوم راح يكون عنده تصور في تخفيض تكلفة الصناعة بشكل عام مبنية على تكنولوجيا وتقنية حديثة ومتطورة، وأيضا راح يكون عنده تصور كيف يخطط أن يحقق أرباح بناء على استراتيجيات في مجال ريادة الأعمال، وأيضا راح يكون عنده تصور في أنه هو يسهم في طرح إنتاجية أفضل بتقنيات وتكنولوجيا أكبر. طبعا مؤسسة رواد ولله الحمد قامت بهذه الندوة بالتعاون معنا ومع بعض الجهات الأخرى، قامت بتسليط الضوء على مدى أهمية الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية رفع فكر رواد الأعمال اللي يدخلون في مجال الصناعة لما لها من أهمية قصوى في الناتج المحلي ورفع الكفاءة المحلية والإنتاج المحلي لكي تصل دولة الإمارات إلى دول مصنعة متميزة في الصناعة. وخلال الأمسية تحدث الخبيران عن أهمية المشاريع الصناعية في تعزيز قوة ومكانة الاقتصاد الوطني، وقدم شرحا حول أسس إعداد خطط استراتيجية لتطوير وتحسين المشاريع الصناعية إلى جانب كيفية تحليل بيئة الصناعات التنافسية وسط تفاعل من الحاضرين. الورشة هذه تعلمنا كيف نبتدي، كيف نبتدي، كيف نتعلم، ما نستعجل. وعندنا الحمد لله فضل من الله أن الجهات مثل رواد، جهات الحكومية، خذ الورشات، تعلم، شوف، استفيد قبل لا تبدي أي خطوة. فالتعلم جزء أساسي مراحل الأعمال وريادة الأعمال، فنحن مستمرين معهم إن شاء الله. صراحة المعلومات اللي حصلنا عليها اليوم معلومات أول مرة نسمعها، وتساعدنا في مجال الصناعة خاصة للشباب اللي هم عندهم مشاريع سابقة أو اللي يفكر أنه يدخل في مشاريع جديدة. فنحن صراحة كان في عندنا نوع من التشتت أو قلة المعلومات، ما كنا نعرف تكون البداية من وين. بفضل الله وعقب فضل الشباب صراحة نورونا على أشياء ما كنا نعرفها للأمانة. الخبراء وأصحاب المشاريع الصناعية بدورهم استعرضوا جانبا من تجاربهم الشخصية أمام أقرانهم من المبتدئين، وعن دور الدعم الحكومي في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات التي تحمل علامة صنع في الإمارات، لتكون هذه الأمسية حافزا لإطلاق مزيد من الأنشطة الصناعية في بيئة محفزة داعمة للإبداع والابتكار تعزز النمو الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة من مؤسسة رواد لدعم مشاريع الشباب وتوفير بيئة عمل داعمة للمستثمرين تسهم في دعم قطاعات الصناعات المحلية في الإمارة وبالتالي تعزيز الاقتصاد. لإخبار دار سعود الكتبي.